يعني عريقي عقب المباراه ضد نادي في بيتك، فانا بشكر العريقي على ادائها وهزيمتنا النهارده ما تقلش ان اللعيبه دي بذلت مجهود كبير طول الدوري وطول الكاس رغم نقص الخبره الكبيره اللي موجوده. فانا سعيد جدا، مبروك نادي الزمالك ومبروك ليجو، اتمنى له ان هو يكمل اللي وصل، واتمنى للفريق الثاني اللي هو صاحب فضل عليا نادي الزمالك اللي هو بيجي، اتمنى له دخول بطوله الكاس، واتمنى ليجو على المستوى الشخصي ان الاتحاد الكبير سواء بطوله افريقيا او بطوله الكاس لان ليجو من الناحيه الشخصيه واحد من اتحاد الناس الاهلي. سعيد جدا، فخور بتجربته في اوروبا هناك اكثر من في العالم، فخور ان هو واحد سن 30 سنه متحمل المسؤوليه دي، هو حد مننا يستاهل هذه المهمه. ناس كبيره جدا ما كانتش تقدر تتحمل المسؤوليه، متحملها بكل شجاعه، بيواجه كل يوم ضغط من جميع الدوائر